هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. رسميا هذا موعد الديربي بين الوداد والرجاء. أماطت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية للتام عن موعد الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء، ولحساب الجولة 25 من البطولة الاحترافية القسم الأول إينوي. وحددت اللجنة المذكورة 3 يوليوز المقبل موعدا لإجراء الديربي البيضاوي، علما أن ذهاب الجولة 10 قد انتهى لصالح الفريق الأحمر بهدفين دون رد، وينطلق اللقاء في 9:30 مساء زائد ساعة غرينيتش بالتوقيت المغربي على أرضية مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء. يذكر أن فريق الوداد الرياضي يتصدر سلم الترتيب العام برصيد 44 نقطة على بعد نقطتين من أقرب مطارديه الرجاء. نهاية الخبر، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.